والله بشكر الحضور، واتمنى يا رب ان شاء الله الممر يبقى نقله جديده في نوعيه الافلام المقدمه. وجود منتج بيتصدر فيلم زي ده تكلفته كبيره جدا، وجود مخرج كبير زي الاستاذ شريف عرفه، كلها من الحاجات اللي بتدي لك انديكيشن كده ان الفيلم رايح في حته تانية. فانا سعيد جدا بالفيلم ده، فيلم صعب جدا تنفيذيا، فان شاء الله يبقى حاجه كويسه. انا سعيده اولا لان دي خامس تجربه ليا مع الاستاذ شريف عرفه، اللي هو بعتبره فعلا اكتر مخرج بيطلعني بطريقه مختلفه. تاني تعامل مع الاستاذ احمد عز بعد مذكرات مراهقه، سعيده بيه جدا وسعيده بتطوره. كل الممثلين اللي في الفيلم نفسه، نوعيته، انتاجه، امكانياته، رسالته، كلها حاجات جديدة جدا على السينما العربية، وأنا سعيدة لأن أنا موجودة، اسمي موجود على تتر الفيلم ده. هذا الفيلم أعتقد أنه فيلم مهم جدا لأجيال بيتلقوا دلوقتي تاريخهم من السوشيال ميديا، إن احنا نبقى مشاركين كفنانين بإن احنا نقدم لهم تاريخهم بطريقة مصروف عليها، بطريقة تحترم عقولهم، بطريقة تحترمهم، وبطريقة كل الفنانين اللي موجودين النهاردة آمنوا بإن الفيلم ده رسالة مهمة، إن احنا نقول إنه البطل العربي مش لازم يبقى دايما منهزم أو منكسر. قلت له انه انا كنت جزء من الفيلم، لانه لو ما كنتش جزء من الفيلم كنت اكيد هكون مشاهد مستمتع بالفيلم. فالحمد لله ان انا كنت جزء من الفيلم. تجربتي الحمد لله كانت تجربه لطيفه مع استاذ شريف عرفه. احنا كنا تقريبا كل فريق العمل عباره عن جيش مؤمن بقيادته. استاذ شريف عارف هو واخدنا فين، شايف هو النتيجه النهائيه للفيلم، فكنا كلنا مؤمنين وبنتحرك في حاله انتماء، نفس حاله الانتماء اللي بنتكلم عنها بالفيلم. النتيجه احنا بنتكلم عن حاله الانتماء. الانتماء مش حاله بتتكسر مع اول سقوط، هو الانتماء هو الحاله اللي بتطلعك من السقوط. فيلم الممر هو تاليف واخراج الاستاذ شريف عرفه وانتاج الاستاذ هشام عبد الخالق، وبشكرهم جدا جدا على جرأتهم ان هم يطلعوا فيلم مهم زي دوت. حلم بالنسبه لي من وانا صغير انه كنت اشتغل مع ناس معينه في الوسط الفني بحبهم قوي ورايح لهم لوحدي، كان من ضمنهم الاستاذ شريف. الحمد لله ربنا جابها في وقتها يعني. فخور ان انا اشتغلت في فيلم زي دوت، وحاسس ان هو هيبقى عمل قومي يعني. بعمل شخصيه مختلفه شكلا ومضمونا عن ما طلعت اشتغلت في اي حاجه قبل كده. بمثل بالصعيدي، عامل شخصيه صعيديه، عسكري صعيدي في الجيش المصري. فيلم مهم، من اهم الافلام اللي انا شاركت فيها. اعتقد انه يا رب بس يعجب الناس، لان احنا بذلنا فيه مجهود غير طبيعي وصورناه في ظروف غير طبيعيه، لكن كنا كلنا متحمسين، كلنا حابين، ومن المرات القليله قوي ان الواحد بيعاني وهو بيصور لكن مستمتع في نفس الوقت. فدي معادله صعبه ما بتحصلش الا لو كان المخرج شريف عرفه.